هنا القاهرة الإخبارية، أهلا بكم معنا في متابعة حية لانتخابات الرئاسة المصرية للعام 2024 التي تحمل عنوانا عريضا هو التعددية والتنافسية، وتجرى على مدار 3 أيام تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة من العشرات من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. فأهلا بكم معنا. تتواصل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل وتستمر على مدى 3 أيام، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في يومها الأول، وذلك منذ الساعة 9 بتوقيت القاهرة، على أن يستمر التصويت حتى 9 مساء. يتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية 4 من المرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب شعب الجمهوري حازم عمر. تجرى عملية التصويت في 11631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزا انتخابيا. يحق لنحو 65 مليون مواطن يحق لهم التصويت في الانتخابات التي تجري تحت إشراف قضائي كامل من 15,000 قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية. هذا وقد أدلى المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المصرية عبد الفتاح السيسي أدلى بصوته خلال اليوم الأول من عملية التصويت في الداخل. إلى أجواء سير العملية الانتخابية في محافظات مصر المختلفة تنضم معنا من الإسماعيلية سلسبيل سليم، مراسلة القاهرة الإخبارية. بعد صباح الخير سلسبيل، أهلا بك. ومعنا أيضا من الدقهلية مراسل القاهرة الإخبارية محمد جمال. ينضم إلينا أيضا من سوهاج مراسلة القاهرة الإخبارية سهيلة خليفة. معنا أيضا من القليوبية زينب شبل مراسلة القاهرة الإخبارية. ومعنا من الجيزة موفد القاهرة الإخبارية محمد عبيد. إذن مجموعة من المراسلين في أكثر من مكان من محافظة مصر، نرحب بهم جميعا. نبدأ من الإسماعيلية سلسبيل سليم مراسلة القاهرة الإخبارية، وكيف تبدو الأجواء لديك في تصويت الناخبين في اللجان المختلفة في الإسماعيلية؟ بالفعل بدء العملية الانتخابية داخل محافظة الإسماعيلية، وهي تعد البوابة الشرقية لمصر، فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء، ومن المقرر أن تجرى عملية الاقتراع في الداخل بين 10 و12 من هذا الشهر لمدة 3 أيام. أتواجد الآن من أمام أحد مراكز الاقتراع، الصورة تعكس من خلفي المشاركة الإيجابية من قبل الناخبين، تتفاوت أعمارهم، ربما حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. نشاهد أن المرأة المصرية تشارك بقوة في المشهد الانتخابي، أيضا الشباب هناك مشاركة إيجابية وحرصوا على التواجد منذ ساعات الصباح الباكر، ورجال الدين أيضا، الجميع هنا وكل الفئات العمرية تشارك في هذا المشهد الانتخابي. أيضا المرأة المصرية حرصت على اصطحاب أطفالها لأنهم يشعرون بالمسؤولية الوطنية وكانوا يريدون أن يشاهدوا هذا المشهد الانتخابي. نعتذر معك سلسبيل، نتجه الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، نتابع. مع الشكر الجزيل لسيادتك يا فندم، وهنتابع مع حضرتك كده ايه ساعه بساعه، وهم 29 لجنه فرعيه تبع اللجنه الشرف المعليه.
تمام يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. معالي بشار صادق بيه بلال رئيس اللجنه العامه في اسم اللبان الاسكندريه، اخبار سيادتك ايه والوقف عند معاليك ايه؟ الصوت يا فندم المايك. عن سيادتك تكدس في احدى اللجان عند معاليك تبعك يا فندم في قسم اللبان، فلو طيب يا فندم لو محتاج دعم ممكن مع السيد تامر بيه الخطيب رئيس لجنه المتابعه يدعم مع سيادتك. شكرا كثير. شكرا صادق بيه، احنا متابعين مع سيادتك. معالي تامر بيه سياده المستشار تامر بيه سعيد رئيس اللجنه العامه في اسم الجيزه. صباح الخير يا فندم. عندك كام لجنه فرعيه يا فندم تبع سيادتك؟ عندي يا فندم 33 لجنه فرعيه وكلهم الحمد لله فتحوا في الميعاد ومفيش اي مشاكل خالص والامور ماشيه تمام ومستقره الحمد لله. مع الشكر. في تكدسات يا فندم عند سيادتك او حاجه؟ عندي لجنتين، مدرسة السعدية الثانوية ومجمع المصالح الحكومية، فيهم كثافات زيادة بس نظرا للإنفلاليين. طب مع الشكر. طب يا فندم لو في أي احتياج لدعم ممكن ننسق مع شريف بالعقبي برضه وندعم إن شاء الله. مع سيادتك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. تمام يا فندم. شكرا يا فندم. معالي المستشار رجب بكري رئيس اللجنة العامة مركز الأقصر. رجب بيه صباح الخير يا فندم. ازاي معاليك فندم؟ في عدد اللجان الفرعيه اللي تبع سيادتك 22. اخبار ده الفتح بالنسبه لهم يا فندم؟ المواعيد كلها اتفتح كافه اللجان فتحت عند سيادتك. كافه اللجان فتحت عند معاليك. طب تمام فندم. في اي كثافات يعني الى حد ما احسن. طيب يا فندم احنا متابعين مع سيادتك ساعه بساعه. شكرا معالي رجب بيه. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم حازم. شكرا يا فندم. شكرا يا رجب بيه. حازم بيه ابو زديره رئيس اللجنه العامه في قسم الخارجه الوادي الجديد. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عندنا في المفتاح حضرتك عدد اللجان الفرعيه 67 لجنه. تمام يا فندم. نظام العمليه الانتخابيه حضرتك تماما وموجود التواجد الساده الاطباء المشرفين من بدر الحديد وعندنا لجنه سيدات تسميه. طيب في اي ملاحظ لحضرتك بالنسبه للكثافات فيها محتاج دعم او حاجه؟ لا حاليا لا حضرتك اللجنه بس احنا عندنا احدى المقرات السيدات لجان السيدات فيها كثافه عاليه شويه بس السيد الزميل يعني تمام الحمد لله هناك. شكرا. شكرا لسيادتك ومتابعين مع حضرتك كده ان شاء الله لغايه الانتهاء. مع الشكر جزيل. شكرا فندم. سياده المستشار محمد بيه عبد القوي رئيس اللجنه العامه في اسم مطروح. صباح الخير احمد بيه. صباح الخير فندم. لجنه واحد مطروح علينا 83 لجنه وتم انتظام العمل بجميع اللجان ووصول الزملاء بالسلامه والاعضاء الامناء اللجان الفرعيه تم الوصول وتم التاكد من العمليه الانتخابيه وتم التامين وجاري ان شاء الله المرور على معظم اللجان الفرعيه. تمام يا فندم. شكرا. وكان في لجنه اخر لجنه فتحت عن سيادتك في مرسى مطروح على ما اعتقد 9:30. مظبوط يا فندم. ده كان بسبب التاخير بس نظرا لبعد المسافه والاحداثيات بس لخبطت معاه وهو واصل. تمام يا فندم. تمام يا فندم. يعني انما كل الامور تمام ومفيش اي مشكله ان شاء الله. في بعض الكثافات في بعض اللجان نجري المرور عليها. مع السلامه. مع الشكر يا فندم. شكرا كثير. حسين بعمارة اسم تاني العريش رئيس اللجنه العامه قسم تاني العريش. حسين بعمارة المايك يا فندم. المايك صوت. الصوت يا فندم. الصوت مقفول. اتفضل يا حسين بيه. صباح الخير. تمام يا فندم. بدا التصنيف في كافه اللجان الفرعيه التابعه للجنه وعددها 8 لجان فرعيه ولا توجد اي معوقات امام الساده رؤساء اللجان او الساده المواطنون يا فندم. طب. وسوف يتم المنظار الساعه. مع الشكر الجزيل لسيادتك فندم. شكرا حسين بيه. شكرا فندم. سياده المستشار خالد بيعيد رئيس اللجنه العامه اسم اول شرم الشيخ. فندم عن الوزير. صباح الخير يا فندم.
يسير بصوره مرضيه ومنتظمه. عدد 13 لجنه فرعيه، تم وصول جميع الساده القضاة والموظفين، بدء العمل الساعه 9 صباحا. الكثافات والاعداد كثيفه، في اقبال كثيف على الحضور خصوصا لجان الوافدين، ولكن الساده الزملاء بيقوموا بعمل جيد والعمل ان شاء الله بيسير على قدم وساق وفي انتظار تعليمات سياده الحكومه. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا. بالنسبه للساده رؤساء اللجان العامه، بس تنبيه عام على كافه الاعضاء او الزملاء ان احنا في تصاريح متعلقه بالمنظمات المجتمع المدني ووسائل التغطيه الاعلاميه، فالسماح لكل من له تصريح صادر من الهيئه الوطنيه للانتخابات بمباشره المتابعه او التغطيه الاعلاميه. استسمح حضراتكم بس التنبيه على الساده رؤساء اللجان الفرعيه بان كافه التصاريح الصادره من الهيئه الوطنيه للانتخابات بمتابعه العمليه الانتخابيه او التغطيه الاعلاميه يسمح لمن يحمل هذا التصريح يدخل ويتابع العمليه عن كثب. بشكر حضراتكم. بالنسبه لمعالي ياسر بيه حسين رئيس لجنه متابعه شمال القاهره. الصوت يا فندم. المايك يا معالي ياسر بيه. المايك ياسر بيه. اتفضل يا ياسر بيه. تمام، تم فتح اللجان ساعتك ومواعيدها بتاعتك وتم انتظام العمليه الانتخابيه. كان عندنا في مدرسه في صقر قريش يا فندم فيها تاخير في مدينه نصر على ما اعتقد. لا اشتغل 9 وثلث ساعتك. 9 وثلث تمام يا فندم. تم 9 وثلث ساعتك. تمام ساعتك وجميع اللجان تم انتظامها. كان في بعض الشكاوي من الازدحام، وتم الاستعانه ببعض الشكاوي بتاعتك لازاله استاذ مساعدتك. انت عدد اللجان العامه التابعه للجنه سيادتك كام لجنه عامه؟ عدد 27 لجنه عامه، 12 القاهره الجديده و15 شمال القاهره. عدد الفرع اللجان الفرعيه 625. تمام يا فندم. ان كل 625 فتحوا. تمام 625 يا فندم. اخر تمام. اخر لجنه اخر لجنه فتحت 9 وثلث. 9 وثلث مع الشكر الجزيل. انما الكثافات فيه يا فندم لجنة 52 و53 و54 اسم المطرية في مدرسة رسالة، كثافات عالية وفي تكدسات كمان على ما اعتقد، حتى السيطرة بتاعت الامن ما يعني يا ريت سيادتك تتابع معاهم. تم المتابعة ساعتك معاهم ونزل على القوة زميل من الاحتياط ساعتك لتدعيم المدارس دي ساعتك لإزالة. مع الشكر يا فندم. هو ويا ريت كمان معليك التنسيق مع مديريه الامن، لان هو احنا تواصلنا كمان مع السيد الزميل، هو المشكله في الخارج وليس في الداخل، فلو امكن برضو سيادتك. طيب مع الشكر الجزيل. هو كان بس العدد الاعداد كانت كبيره ساعتك من بره اللجان تم تنظيمها. طب مع الشكر الجزيل يا فندم. شكرا 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 يا فندم. معالي المستشار تامر بيه الخطيب رئيس لجنه المتابعه في محافظه اسكندريه. اتفضل يا تامر بيه. المايك مقفول الصوت يا فندم. اتفضل يا تامر بيه. لا الصوت برضو مقفول يا فندم. اتفضل. سيادتك عندنا 533 لجنه فرعيه حضروا جميعا ما عدا لجنتين، اللجنه 2 من البصل واللجنه 6 العمريه اول، ووصلوا سيادتك الساعه 10 الا ربع وتم فتح جميع اللجان. في بعض الاكتشافات في لجان معينه زي لجنه اللبان، وجاري تنسيق سيادتك مع السيد مدير الامن ومع السيد الزميل رئيس اللجنه العامه، ولو محتاج اي حاجه هنبعت سيادتك قضاه داعمه الموقف هناك. شكرا يا باشا. انت عدد اللجان العامه التابعه لمعاليك؟ 18 لجنه عامه سيادتك. وانتظام العمل بيهم تماما؟ كلهم منتظمين سيادتك. مع الشكر يا فندم. شكرا جزيلا لسيادتك. معالي المستشار شريف بالعقبي رئيس لجنه متابعه محافظه الجيزه. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. عدد اللجان الفرعيه عندي 754 لجنه فرعيه، تم انتظامهم فيما عدا لجنه 44 عياط. فتحت ولا لسه يا فندم؟ فتحت دلوقتي؟ يعني اخر اخر لجنه على مستوى الجمهوريه. كان سبب التاخير بتاعه جي بي اس انحرف مخالف يعني. يعني اخر اخر لجنه فتحت على مستوى الجمهوريه الساعه 10:40. في تكدس في بعض اللجان الفرعيه خصوصا اللجنه 27
التشخيص بتاني اكتوبر. تمام يا فندم. تقريبا سنقول حوالي. تمام يا فندم. تمام. تكتب مريض. تمام. انما كده انتظام العمل في كل اللجان الفرعيه التابعه ل الجيزه. تمام. عدد اللجان العامه عند سيادتك 26 لجنه. كان كل الانتظام العمل في 26 لجنه و754. طب شكرا يا فندم. شكرا شكرا جزيلا يا فندم. احنا كده يبقى تمام فتح لجان ال 11631 لجنه فرعيه على مستوى الجمهوريه بعدد 376 لجنه عامه. اخر لجنه تم فتحها في محافظه الجيزه لجنه 44 باسم العياط، نظرا لاختلاف الموقع الجغرافي للجنة مع السيد القاضي، انما تمام الفتح وتمام وصول. الملاحظ وجود كثافات عالية في لجان الوافدين ولجان المحافظات، وجاري متابعة العمل لفض التكدسات عشان سرعة التقاطر والتيسير على المواطنين، ومتابعة العمل ساعة بساعة إن شاء الله، ونحيط حضراتكم بكل تفاصيل العملية الانتخابية. ولكن من الواضح أن بداية العملية الانتخابية فيها إقبال جماهيري ملحوظ في كافة اللجان وبالخاص في اللجان الوافدين على مستوى المحافظات اتباعا عن 27 محافظة. كل اختارات اللجنة كل اللجان المتابعة أن احنا عندنا كثافات عالية، وإن شاء الله هندعم إذا كان يحتاج الأمر تدعيم والتنسيق مع كافة جهات الدولة للتيسير على كافة المواطنين، ونحيط حضراتكم علما بكل التفاصيل أول بأول وإن شاء الله تباعا. بشكر حضراتكم للمتابعة، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم فندم، وإحنا مع حضراتكم كده ساعة بساعة، وفي أي إختار مع حضراتكم والمرور طبعا يعني. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا. إذن عبر شاشة القاهرة الإخبارية تابعنا معكم هذا المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات الذي تم الحديث فيه عن متابعة سير العملية الانتخابية منذ دقات الساعة 9 من صباح هذا اليوم، وأيضا الحديث حول أهمية تذليل العقبات أمام كل اللجان الانتخابية في كل محافظة. التنبيه أيضا في نقطة مهمة في هذا السياق حول أن هناك تصاريح متعلقة بمنظمات المجتمع المدني، التغطيات الإعلامية من القنوات الفضائية، المواقع الإعلامية المختلفة، وأيضا لتسهيل مهمة من يحمل تصاريح للدخول إلى هذه اللجان، حيث أن هذه الانتخابات الرئاسية التنافسية التعددية تخضع لإشراف قضائي كامل، وهو من ضمانات نزاهة هذه الانتخابات وحرية تعبير الشعب، حيث تقف الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات على مسافة واحدة من كل المرشحين في هذه الانتخابات. ونواصل معكم مسار عملية التصويت في اليوم الأول لهذه الانتخابات الرئاسية التي تحمل شعار التعددية والتنافسية. من الإسماعيلية معنا سلسبيل سليم مراسلة القاهرة الإخبارية، أيضا معنا من القهلية محمد جمال، من سوهاج سهيلة خليفة، القليوبية معنا زينب شبل، الجيزة محمد عبيد معنا أيضا مراسل القاهرة الإخبارية، والقاهرة شروق وجدي تنضم إلينا في هذه اللحظات. نبدأ معك سلسبيل، وكنا تحدث معك حول سير العملية الانتخابية، ومن خلفك في المشاهد أو الصور يوجد عدد كبير من كبار السن والسيدات في هذه المشاركة، إذن كيف تبدو الخدمات اللوجستية لتسهيل العملية الانتخابية لكل هؤلاء سلسبيل؟ كما ذكرت لك حساني، يعني مشاركة إيجابية من كل طوائف المجتمع المصري وحضور قوي للمرأة المصرية، كما تتابع وتعكس الصورة من خلفي تواجد عدد كبير من السيدات المصرية والشباب وكثير من الناخبين. بالحديث عن الاستعدادات اللوجستية من قبل الدولة المصرية، فقد تم توفير وتهيئة مقر اللجان الانتخابية، أيضا تأمين جميع هذه المقار
يوجد تواجد أمني كبير هنا، استعدادات لوجستية على أعلى مستوى من قبل الدولة المصرية. أيضا هناك تسهيلات وتيسيرات للناخبين من مقاعد لكبار السن وكراسي متحركة لضمان سلامة الناخبين وضمان سلامة العملية التصويتية. بالحديث عن عدد اللجان داخل محافظة الإسماعيلية، نتحدث عن 10 لجان عامة لمتابعة سير العملية الانتخابية بشكل يومي، بالإضافة إلى 272 مركزا انتخابيا. كما يوجد 184 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى 10 لجان للوافدين من المحافظات الأخرى حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات. بالحديث أيضا عن الكتلة التصويتية داخل محافظة الإسماعيلية، هناك ما يقرب من 1,000,000 ناخب وناخبة يحق لهم الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية. أيضا يعني مع انطلاق الماراثون الانتخابي، هناك تنوع سياسي بين المرشحين كما ذكرت، وذلك يدل على يعني تنافسية سياسية من قبل كل الأنواع من المشاركين. إذن هذا هو المشهد لدينا من استعدادات لوجستية ومشاركة إيجابية وتجهيزات من قبل الدولة المصرية لتيسير العملية التصويتية في الداخل للانتخابات الرئاسية 2024. سنعود إليك أستاذ سبيل الإسماعيلية مرة أخرى، لكن نتجه الآن إلى تفاصيل مسار العملية الانتخابية اليوم. محمد جمال معنا من الدقهلية. محمد نرحب بك. طبعا الدقهلية من المحافظات الكبيرة مترامية الأطراف، هي أكثر من مركز على مساحات واسعة. إذن كيف تبدو الأجواء لديك في التصويت في اليوم الأول لهذه الانتخابات الرئاسية؟ تسمعني محمد؟ نعم، قبل ساعتين من الآن بدأت اللجان الانتخابية ومقر الاقتراع في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر المقبل من بين 4 مرشحين، هم المرشح المستقل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وثلاثة مرشحين عن 3 أحزاب، هم عبد السند يمامة عن حزب الوفد، وحازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري، والمرشح فريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أنا الآن داخل دلتا مصر وتحديدا في محافظة الدقهلية، هذه المحافظة التي تحظى بأهمية كبيرة على مستوى الاستحقاقات الانتخابية والدستورية لما لها من مركز متقدم على مستوى الجمهورية، فتأتي هي في المركز الرابع من ناحية عدد السكان بواقع 7 ملايين نسمة، وفي المركز الرابع أيضا من ناحية الكتلة التصويتية بواقع 4.5 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية من خلال 663 مقر انتخابي بها 974 لجنة فرعية بواقع 24 لجنة عامة. هذه اللجان كلها مستعدة وبدأت في تمام 9 صباحا لاستقبال الناخبين الذين توافدوا كما تبين الصورة من خلفي، وتوافدوا للمشاركة في هذه العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر المقبل، وسط استعدادات قدمتها السلطات المحلية لتسهيل عملية الانتخاب على المواطنين، لا سيما ذوي القدرات الخاصة التي قدمت لهم كثير من التسهيلات، منها الكراسي المتحركة والمظلات ومساعدة القاضي على إتمام هذه العملية الانتخابية. هذه الانتخابات أيضا تتابع بصورة كبيرة من منظمات المجتمع المدني دوليا وإقليميا ومحليا، فعلى المستوى الدولي هناك 14 منظمة مجتمع مدني دولية تتابع سير العملية الانتخابية، إلى إضافة بالطبع إلى 62 منظمة مجتمع مدني محلية و 62 منظمة محلية و 67 دبلوماسي يمثلون 24 سفارة. إليك حساني.
يعني محمد، ما دمت تحدثت عن منظمات المجتمع المدني وأيضا الإعلاميين الذين يتجهون لتغطية هذه الانتخابات الرئاسية المهمة، كان هناك تنبيه عام منذ قليل في المؤتمر الصحفي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بتدليل مهمة هؤلاء، فكيف تجري الأمور في هذا المسار؟ هنا في محافظة الدقهلية وما لاحظناه بأعيننا هو عند وصول أحد من منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية يتم الاطلاع على التصريح الخاص به من قبل القاضي الرئيس اللجنة، ومن ثم بعد ذلك تبدأ متابعة أعماله من متابعة العملية الانتخابية. ولاحظنا كثير من المواطنين يتحدثون إلى أحد ممثلي منظمات المجتمع المدني خارج حرم اللجنة، وسمح لوسائل الإعلام بتغطية العملية الانتخابية بعد اطلاع القاضي رئيس اللجنة على التصريح الإعلامية الخاصة بهم. سوف نعود إليك محمد جمال في هذه التغطية مرة أخرى لمتابعة التطورات. أشكرك. الآن نتجه من الدلتا الدقهلية إلى قلب صعيد مصر من سوهاج سهيلة خليفة معنا بعد تحية سهيلة. سوهاج طبعا معروفة بأن هناك مراكز طولية في هذه المحافظة في جنوب الصعيد، فكيف تبدو أجواء التصويت لديك بالنسبة لكافة الفئات في اللجان المختلفة؟ صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. أول أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تبدأ اليوم وتستمر على مدار 3 أيام ننقل لكم فيها الصورة من صعيد مصر تحديدا محافظة سوهاج. أقف الآن مشاهدينا أمام مقر انتخابي داخل مدرسة خليل الضمراني، وهو مقر يضم بداخله لجنتان فرعيتان يحق لأكثر من 12 مواطنا التصويت في كليهما. خصصت لجنة منهما للسيدات وأخرى للرجال. نتحدث مشاهدينا عن استعدادات المحافظة أو عن كتلة الناخبين أولا التي تصوت داخل محافظة سوهاج. بلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت داخل محافظة سوهاج حوالي أكثر من 3 ملايين مواطن سوهاجي يصوتون في أكثر من 884 لجنة فرعية خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزعت على كافة مراكز محافظة سوهاج. كما ذكرت محافظة سوهاج محافظة فيها مراكز عدة، وهذا هو السبب من عدد اللجان الكبير الذي خصصته الهيئة الوطنية للانتخابات. منذ أن تواجدنا هنا صباحا ومنذ ساعات الصباح الأولى فتحت اللجنة أبوابها في معادها في تمام 9، ولكن لن نقول أن المواطنين أو الناخبين تواجدوا عند فتح أبواب اللجنة، ولكن تواجدوا قبل فتح أبواب اللجنة عدد كبير من المواطنين بمختلف الفئات العمرية. رصدنا الكثير من الحالات الإنسانية ورصدنا أيضا تسهيلات من الدولة لذوي الهمم، تحديدا بداية من الإشارات الموضوعة على الحائط للتيسير على أصحاب لغة الإشارة لفهم خطوات الانتخاب، وأيضا مرورا بمساعدة أعضاء اللجان لكل ذوي الهمم، أيضا بالكراسي المتحركة وما إلى ذلك. أسمعك. نعم، إذن في المشهد عدد كبير حقيقة في محافظة سوهاج منذ الصباح في اليوم الأول. سوف نعود إليك في التفاصيل القادمة سهيلة خليفة من سوهاج، كنت معنا مباشرة. نتجه إلى القليوبية زينب شبل بعد تحية زينب، وأنت في القليوبية هل كنت تحدثين عن التصويت بالنسبة للكتل الكبيرة المتواجدة في محافظة القليوبية في اليوم الأول؟ نعم حساني، كما يبدو المشهد يعني حشد كبير من المشاركين في الانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل وإقبال كثيف من قبل الناخبين على مراكز الاقتراع من العنصر النسائي وكبار السن وأيضا الشباب، حيث انطلقت عملية التصويت وفق المواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات بداية من 9 صباحا وحتى 9 مساء على مدار 3 أيام بدءاً من اليوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري في 5 انتخابات رئاسية تعددية مباشرة منذ عام 2005. يتنافس في هذه الانتخابات 14 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أربعة مرشحين وهو يعني الرئيس، أربعة مرشحين
نعم حساني، أربعة مرشحين. المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو مرشح مستقل، الرئيس المصري الحالي، وثلاثة رؤساء أحزاب، هو المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. الكتلة التصويتية هنا في محافظة القليوبية تحديدا يعني تتجاوز 3.5 مليون ناخب موزعين على أكثر من 366 مركزا انتخابيا، ويعني 44 لجنة عامة، بالإضافة إلى 16 لجنة فرعية. الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وفرت العديد من المستلزمات اللوجستية وأيضا يعني كل الإجراءات التي تسهل عملية الاقتراع على الناخبين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية، حيث حددت في القليوبية تحديدا 9 لجان للمغتربين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم من جميع محافظات مصر بسبب عدم قدرتهم على الإدلاء بأصواتهم في مقر الإقامة. أيضا لا نغفل جهود الدولة المصرية في التنسيق المتواصل مع المحاكم والأجهزة المعنية، لا تم يعني تسليم كل الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية كبطاقات التصويت ومحاضر الاقتراع ومحاضر الفرز وأيضا محاضر غلق صناديق الاقتراع. سوف نعود إليك في هذه اللحظات وهذا المسار زينب شبلي، كنت معنا مباشرة من القليوبية. سوف نعود إليك. نتجه من القليوبية إلى المنوفية، نوران عجزة معنا. نوران أهلا بك. والمنوفية من المحافظات الكبرى والممتدة حقيقة، فكيف يبدو مسار التصويت في اللجان المختلفة لديك نورهان؟ نورهان لو تسمعين، أتحدث عن الأجواء لديك في التصويت في اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية. يبدو أن نورهان عجزة لا تسمعنا من المنوفية، حيث نود أن نتحدث عن تفاصيل ما يجري في المنوفية في هذه الانتخابات الرئاسية في يومها الأول. فبعد دقات الساعة 9 بدأت اللجان الانتخابية في فتح الأبواب أمام كل هذه الحشود من كافة الفئات كما نرى في هذه الصور والمشاهد التي تأتينا مباشرة وحصريا لشاشة القاهرة الإخبارية، من الرجال والشباب أيضا والسيدات بصورة كبيرة. هذه الانتخابات التي تحمل عنوان التعددية والتنافسية. تعود إلينا مرة أخرى صوت نورهان عجزة من المنوفية. أحييك نورهان مرة أخرى، وكنت أتحدث عن أجواء التصويت لديك. العام 2024 منذ الصباح الباكر اليوم في تمام الساعة 9 صباحا وفقا للمواعيد التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فتحت أبواب المقار الانتخابية في تمام الساعة 9 لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وبدء عملية الاقتراع، وتستمر الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام، اليوم 10 واليوم 11 واليوم 12 من شهر ديسمبر، بعدما شهدنا الانتخابات خارج مصر في اليوم الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر الجاري في أجواء إيجابية في 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة. استعدت الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة سبل الإجراءات والمستلزمات اللوجستية للتسهيل والتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم سواء بمقر الاقتراع أو عبر الموقع الإلكتروني، والذي يسهل على المواطن أن يعرف كافة البيانات اللازمة عن طريق إدخال الرقم القومي. كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات توجيهاتها بأن تتم عملية الاقتراع بموجب الرقم القومي حتى ولو كانت منتهية. أيضا تضافرت المؤسسات المعنية والأجهزة الحكومية لتأمين وتنظيم اللجان هنا في محافظة المنوفية، حيث استعدت المحافظة بتجهيز 500 مركزا انتخابيا و12 لجنة رئيسية، وأيضا بإجمالي 574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين لاستقبال ما يقرب من 6 مليون ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.
أيضا من المعروف أن يتنافس على الانتخابات الرئاسية المرشح عبد الفتاح السيسي وهو مرشح مستقل، والمرشح عبد السنة يمامة وهو رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر وهو رئيس الحزب الجمهوري، وأيضا المرشح فريد زهران وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي والاجتماعي. سوف أعود إليك إذن في هذه التفاصيل نورهان عجزة، كنت معنا من المنوفية، أشكرك شكرا جزيلا. إذن أشكر كل مراسلين الذين كانوا معنا اليوم في هذه التغطية المباشرة حول اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية المصرية، من الإسماعيلية سلسبيل سليم، الدقهلية محمد جمال، سوهاج كانت معنا سهيلة خليفة، القليوبية زينب شبل، المنوفية كانت معنا نورهان عجزة، أشكرهم شكرا جزيلا. إذن كنا معكم في هذه التغطية في اليوم الأول من الساعة 9 إلى الآن حول مسار اليوم الأول في هذه الانتخابات الرئاسية التي تحمل عنوانا مهما هو التعددية والتنافسية. بعد قليل نلتقي معكم.